حول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الكاتب والناشط الحقوقي سلمان ناصر، أحييك سيدي. مرحبتين. بداية طبعا لم تفلح قطر في تسييس الحج، وهذا ينم على أنها كانت تتلاعب وأنها مراهقة سياسية، ولكنها أن تقوم بالاعتداء على أحد حجاج بيت الله الحرام وأحد ضيوف الرحمن، يعتبر هذا يعني انتهاك لسيادة حقوق الإنسان في ممارسة العبادة وممارسة الدين. أين حقوق الإنسان اليوم في قطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. دعينا نحط الأمور في نصابها. نعم. إذا تكلمنا عن واقع حقوق الإنسان في دولة قطر، فلا يوجد هناك حقوق ضامنة للحريات والتعبير للمواطن القطري والمقيم القطري. وما تعرض له حمد المري ما هي إلا نقطة سودة تضاف على النقط السود والملف الأسود الذي يحمله النظام القطري. ونحن كمتابعين ونتابع هذا القضايا الحقوقية، ما يؤلمنا هو ما ورد في تقريركم وكذلك في ما ورد بسؤالك، ألا وهو أسوأ ما مر على الأمة العربية أو الوطن العربي أو حتى الأمة الإسلامية، أن تقوم دولة مسلمة بتسييس شريعة الحج، وليس تكتفي بهذا التسييس بل تذهب إلى معاقبة من ذهب إلى الحج. اليوم وإحنا نتكلم عن قضية حمد المري وتناولتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية وأحد الجمعيات. نعم. المدنية الحقوقية بمملكة البحرين وكذلك بالإمارات العربية المتحدة، نعتقد وهناك تحرك من خلال المجتمع الدولي لتسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء التي لن تكون هي الفريدة من نوعها، فسبق هذا العمل الإجرامي واللا إنساني أعمال كثيرة قام بها النظام القطري، سواء كان يتمثل في التعذيب الممنهج. نعم. اللي يشارك فيه حتى مؤسسات أمنية عندنا. ولكن اليوم نتكلم عن شيء يمس كل مواطن أو كل مسلم، يعني تطرق إلى أن هناك مسألة سيادة الدين، سيادة الأخلاق الإسلامية العربية الأعراف. ما هو دور اليوم حرية ممارسة الدين، وهذا الذي يعني يجب أن لا تتطرق إليه قطر، خاصة وأن يعني مسألة إسلامية مسألة دينية. ما هو دوركم اليوم كمنظمات حقوقية، خاصة وأن هناك أحد حجاج بيت الله الحرام مفقود ولا نعرف أين هو؟ من المفترض أختي الآن لا نكتفي لازم فقط بتحرك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. نعم. سواء كانت من المملكة العربية السعودية أو البحرين، كنا كمجتمعات مدنية وكجمعيات معنية بحقوق الإنسان يجب أن تأخذ قضية حمد المري كقضية أساسية تمثل انتهاك صارخ قامت به قطر. متمثل هذا الانتهاك سواء كان بالحرية الدينية وكذلك الاعتداء الشخصي. ندعو احنا من خلال هذا المنبر، وهناك تحرك، أبشرك ان هناك تحرك، ان مؤسسات المجتمع المدني الآن تعمل على القيام بعمل ملف خاص يحمل قضية حمد المري، وأنا جزء، وإحنا مؤسستنا جزء من هذا، مجموعة حقوقيين مستقلون، أنه راح نساهم بهذا بحيث أن نوصلها حق مجلس حقوق الإنسان كي ينظر في هذه القضية، لأن هذه القضية لا تمس شخص ولكن تمس شعب بالكامل. نعم. ربما هناك أيضا السلطات القطرية وضعت أسماء بعض الحجاج أو أغلب الحجاج الذين ذهبوا إلى الحج على القائمة السوداء، رغم أن النظام القطري قام بتسييس الحج، إلا أن هناك قد توافد حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر إلى بيت الله الحرام لممارسة هذه الشعيرة الإسلامية، ولكن أليس دليلا واضحا على أن قطر تنتهك ركن هام من أركان الإسلام وهو الحج؟ نعم نعم،
واحنا في بدايه حديثنا تكلمنا ان في من الخطا ان احنا نوصف قطر بانه انتهكت احد حقوق الانسان. المجتمع القطري والمواطن القطري والشعب القطري يعيش في عزله عن هذه الحقوق. النظام القطري اخذ على عاتقه بانه يبني نظام مؤدلج مسيس، ذهب الى ابعد من ذلك. ما اعتقد هناك يعني ما اعتقد هناك توصيف آلم جميع المسلمين في بقاع الارض ما تعرض له الحجاج القطريين بعد رجوعهم من مناسك الحج. نعم، سؤالي الأخير، هل المنظمات الحقوقية في المنطقة أو متى سوف تقوم بتحرك أو قامت بتحرك، خاصة وأن هناك كما ذكرت هناك أسماء على مدرجة على الليستة السوداء كما ذكرت، حتى لا يكون هناك يعني شخص آخر أو يعني شخص تعذبه السلطات مزيد من الانتهاكات في هذه الحقوق؟ أنا في اعتقادي أن الحراك يجب أن لا يكون على مستوى الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي تواجه قطر وتواجه انتهاكاتها، ولكن نعم. يوصل إلى مستوى مؤسسات المجتمع الحقوقي على مستوى الوطن العربي وكذلك على مستوى الأمة الإسلامية. يتروالي الخطوة الأولية أنها تتمثل في تقديم شكوى مباشرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان، تكون هذه الشكوى مفادها الاستفسار والاستعلام عن ما تعرض له حمد المري. والنقطة الثانية الذي يجب أن يشيروا لها أن يكون هناك تحرك بوضع قائمة من قاموا بفريضة الحج في الحج الأخير ووضعهم بقوائم وتقديمهم ل مجلس حقوق الإنسان كي يتم حمايتهم من هذا النظام الجائر. نعم، الكاتب والناشط الحقوقي سلمان ناصر، شكرا على تواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار. شكرا لك.